Premier congrès international d'éducation thérapeutique des patients. Et ça se passe à l'école de Bissousa, 7-8 juillet. Je suis très heureux de parler avec le docteur Ayman Hraïch, le docteur de la médecine dans le cadre de la médecine de la médecine. Salut, docteur. Allô, ça. يعيشك مرحبا بكم مرحبا بكم في أول مؤتمر للتثقيف العلاجي للمريض في تونس. إن شاء الله مش باش يكون بيان سور باش يكون دوتر إيديسيون بروشينمون باش يكون إن شاء الله حتى في التنظيم خير برشا من هكا إن شاء الله. التثقيف العلاجي في تونس حاجة ناس كل تحب تعملها مي ديما قاعدة ناقصة في البريزون شارج تاع لي مالاد نتاعنا في لي باثولوجي كرونيك. دونك الفرصة هذه باش تلاقينا ناس كل باش قاعدين نحكيو على كيفاش vraiment on va mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique ou comment vraiment on va progresser في الكوتي d'éducation thérapeutique في لي باثولوجي كرونيك عند مرضتنا. بي خنسهل شوي سا سوفي با لو فيت اني نمشي نعرف الامراض نتاعي عند طبيب اني ناخذ دواء ونكون ننظم فيه لي سي بلوس كو سا خاصه الامراض المزمنه اللي هو باش تولي عنده حياه جديده بمرض لازم يتعايش معه. هو هذا هو الفكره نتاع التثقيف العلاجي اللي انت العلاقه باش تكون للمريض الطبيب باش يعطي دواء للمريض ويقول له هاو يلزمك تاخذ دواءك هذايا وتعس على روحك هاو بلوتو لي باش تكون ثقه في المريض باش يولي هو مشارك في البريزون شارج نتاعه وهو مسؤول اول كيما اني مسؤول على المرضى نتاعه وعلى البريزون شارج نتاعه حتى هو يولي معايا مسؤول يولي مشتركين انا وياه باش نخلطوا نحسنوا البريزون شارج نتاعنا ونخلطوا الاهداف نتاعنا اللي رسمناها مع بعضنا. هذه الفكره نتاع الادوكاسيون ثيرابيتيك اللي احنا اني والمريض هو عنده مرض مزمن وين طبيب هو اني هو ماذا بيه يعرف كيفاش يتعايش مع المرض المزمن هذايا اني من جهتي ماذا بيا ما تصيروش دي كومبليكاسيون للمرض المزمن هذايا. دونك مع بعضنا باش نحطوا اهداف نرسموها مع بعضنا باش نشتركوا في التنفيذ نتاعها كل واحد من جهته. دونك مريضي معايا مش جوست الرولاسيون نتاع اي مريضي يلزمك تعمل اللي نقول لك عليه. فوالا il sera élaboré par qui généralement طبيب مباشر طبيب جينيراليست الكيني نتاعو ولا جوست حتى مريض بالسكر تو نمشي ناخذ طبيب اللي هو مختص في السكر. هو ليدوكاسيون ثيرابيوتيك ماشي حكر على طب ولا حكر على ممرضين ولا سي سي تو لي انترفونون المتدخلين كلهم في البريزون شارج تاع المريض كلهم كونسيرني بالادوكاسيون ثيرابيوتيك خاطر المريض راهو ذكي. المريض اللي شيخه معلومه من عند الطبيب باش يجرب مع الاسكو الفرم اللي عنده نفس المعلومات ولا باش يذا براس براس. دونك لازمنا الناس الكل فاهمين على التثقيف العلاجي وناس الكلنا مع بعضنا كل واحد من جهته إلي كابابل ماهيش حكر على الطبيب برك ولا حكر على الممرض. المتدخلين الكل أنتروتر المريض مسؤولين على التثقيف العلاجي ومسؤولين على اللي يخلينا نخطو لزوبجيكتيف متاع المرضى متاعنا. بروغرام معناتها البروغرام هذا جوست المريض هكا وحده المريض والعائلة متاعو لونتوراج متاعو هم الناس كل سون دي كومبليس دون تو سا. هو سافا معناها هو سافا ديبوندر معناها هو جينيرالمون المريض هو لو برينسيبال اكتور اما ينجم بيان سور باش يعاونوه على رياليزاسيون ساعات يحتاج المساعده تاع العائله نتاعو. دونك حتى العائله باش هي تنجم تحضر معانا في التثقيف العلاجي باش تساهم على الميزون بلاس وعلى لابليكاسيون نتاع البرنامج اللي تفهمنا فيه. لوبجيكتيف العائله معاه مش معاه جيرانه معاه لوبجيكتيف الناس الكل مع بعضنا يد واحده باش نخلطوا نسيطروا على المرض المزمن هذا. الدواء وحده ما يكفيش يلزم فريمون ما بعضنا فما الناس الكل معناه يلزم يعرف الدواء يلزم يعرف المرض نتاعه يلزم يعرف المضاعفات نتاعه باش يحافظ عليه باش ما يخلط لهمش. هذا الكل مسؤوليه العباد الكل. دونك المريض والانتوراج نتاعه والطبيب والباراميديكال الممرضين والناس الكل مسؤولين مع بعضنا على المرض المزمن. دونك نحبوا مريضنا يعيش وما تصيروش مضاعفات المرض المزمن كلنا مع بعضنا. البروغرام هذايا باش يكون ناخذ بعين الاعتبار الحوايج الكل. دونك كل بروغرام مخصص لمريض فلان اللي هو ينجم يكون عنده انتوراج اللي باش يقف معاه كيما ينجم يكون ما عندوش انتوراج. دونك كل فلان عنده البروغرام نتاعه. دونك فوالا بيرسوناليزي دكتور ايمن الهريش استاذ ممارس في طب في قسم امراض القلب المستشفى الجامعي بسهلول اغرام سي بور الانترفيو. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.